السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل سلم بطريقة مميزة. خلينا الاول نتأكد من اليونت، نخليها مثلا بالمليمتر. اوكي اول ما عايز ارسم وول، ونبدأ نرسم الغرفة اللي بقى فيها السلم. ممكن حاجة مثلا بالشكل دوت، تمام. بعد كده هقول له ارسم لي الستير. هنبدأ نرسم 9 درجات بالشكل دوت، وبعد كده 9 درجات الناحية التانية بالشكل دوت. لو انت محتاج تحرك السلم ممكن حاجة بسيطة بالشكل دوت. طيب هقول له اوكي، وهبدأ بقى ارسم بعض الحاجات اللي تساعدني في رسم السلم. هقول له اعمل لي رفرنس بلين، ونسمي ده مثلا 1، وممكن نرسم ده 2، وده 3، وهكذا 4، خمسة، 6، 7، 8. وبعد كده هبدأ أدخل على السكشن. مثلا خلينا نعمل سكشن بالشكل دوت، وأقول له go to view بالشكل دوت. وبعد كده هقول له إن أنا عايز أرسم من component model in place، ونشوف لو فيه هنا ستير يبقى كويس اهوت. أوكي وأقول له أعمل لي extrusion، وأقول له أرسمه لي على reference plane 1، وأقول له أنا عايز أرسم خط كده وخط كده، تمام، وخط تاني برضو كده. تمام، واقول له برضو ارسم لي من هنا لهنا. ممكن نرسم حاجة توصل من ده لده بالشكل دوت، ومن هنا لهنا، ونعملها بشكل جمالي اللي هي من هنا لهنا كده. بالشكل دوت كده، ونقول له وده هنقول له مثلا خليها 200 مثلا، تمام. اوكي طيب. وبعد كده برضو هعمل نفس الحاجة، هقول له انا عايز ارسم لاين، واقول له اللاين ده موجود، عايز ارسم اكستروشن على ريفرنس بلان 2 بنفس الفكرة. ابدأ ارسم بالشكل دوت. واقول له اوكي. وبعد كده هقول له اعمل اكستروشن تاني
بيك بلندر كونسول بن 3. اوكي حط صوت.
اقول له وير فريم، وخلينا نبص كده على السلم هنلاقي جدار معانا بالشكل دوت. طيب ممكن نيجي على دوت ونقول له احنا عايزين اوفررايت اليمنتس، وهنقول له خلي ده فيه سنة شفافية بالشكل دوت. فنلاقي السلم اتعمل بالشكل دوت. ممكن نلغي السلم، نقول له بي بي ستير ستير، نلغي دوت. يظهر معانا سلم بالشكل دوت. طبعا يبقى لنا بس ان احنا نعمل البسطة ديت، ممكن نعملها على ايد فلور تمام، او ممكن نقول له edit in place وهنقول له اعمل لنا واحدة تانية create extrusion، وهنقول له خليها على reference 9 اهوت، وهنبدأ نرسم مثلا مستطيل بالشكل دوت. الشكل دوت اهو، ونقول له اوكي، وهنمد دي من هنا لهنا ومن هنا لهنا، فيظهر عندنا سلم بالشكل دوت. تطلع من هنا تك 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 تطلع بالشكل دوت، فده سلم مودرن شوية ومميز شوية.